مرحبا أصدقائي، إن شاء الله تكونوا بخير. استكمالاً لقراءة صور البطن البسيطة وصلنا لعند C Calcifications، الأماكن اللي راح نشوف فيها تكلسات وتفسيره شو هو. أول شيء لمستوى المرارة، مستوى الكليتين والحالبين والمثانة، البلادر، البنكرياس، الأدرينالز ولو هي أقل أهمية بكثير، والأبهر إذا كان في أم دم أو تكلس بجدار الأبهر. في البداية من الحصيات المرارية Gallstones، طبعاً الحصيات المرارية شائعة جداً، لكن الحالات اللي ممكن تبين على الصورة البسيطة هي 15% فقط اللي بيكون فيها كالسيوم كافي حتى تبين على الصورة. أوكي؟ طبعاً بالمرافق الأيمن نحن اتفقنا الإجراء الأولي هو الإيكو. فمثل هالصورة طبعاً نحن دوماً نبلش A B C D E، لكن شوف بهالمستوى تكلسات بشكل حلقات تعبر عن حصيات مرارية Gallstones بهالمستوى. مثل هالصورة شوف كمية كبيرة من الحصيات المرارية بمستوى المرارة، والباقي هو توزع غازات طبيعي، معدة وكل شيء ضمن الطبيعي، لكن في عندي حصيات ضمن المرارة بهالشكل هذا. كل دي حجارة انتوا عاملين بقى، انت فاضل حجارة على الايكو لاحظ بهالمستوى عندي الكبد صح، وهون عندي المرارة، هذا هو ظل حصوي. شوف اخذ مثل شكل الهلال، حتى احيانا على الطبقي ممكن تشوف شكل حلقه من دون ما يكون في تكلس بالمركز. اوكي، مش زيك تشوفه بهالشكل. خلف الظل الحصوي في شادو، شو هذا السواد؟ هذا شادو، يعني اصداء الامواج عم توصل للحصيات وبترتطم ما بتكمل. في بعطيك منظر الشادو، طبعا بديكم ببساطة إذا نسينا المبدأ إنه هذا أعلى هذا أسفل، أخذ هذا الشكل البروب، أنت مثل صينية البسبوسة شايف هذا، يعني شوف هذا الشكل، هاي الشفرة أخذ هذا الشكل، فعم يعطيك مقطع بالجسم، أخذ هذا الشكل أعلى أسفل أعلى أسفل. لاحظ هذا الكبد وهنا جوف سفلي صح، فهو أعلى أسفل، أنت مبلش من هون عم يعطيك البطن بهالمقطع أعلى أسفل، وانت عم تشوف وبتحرك عم تأخذ مقاطع بالإيكو. إجراء جميل جدا، وبيد طبيب الأشعة الخبير بيعطيك معلومات رائعة. بينما البورسلان الجدار هو المتكلس، الجدار هو المتكلس يعطيك هالمنظر، شوف هون بهذا الشكل أوضح، البورسلان هو هاي المادة. أوكي، فبيعطيك هالمنظر. طبعا إذا شفت أنا هالصورة عند هالمريض معناته شو هو مؤهب للكانسر فيما بعد. هذا فيما يخص حصيات المرارة، اتفقنا الإيكو هو الأول. طيب أما فيما يخص الحصيات الكلوية، 90% منها تحتوي على الكالسيوم كافي لحتى تبين على الصورة. أما إذا كانت يوريك أسيد فراح تكون راديولوسنت وما راح تبين، نات فيجوالايز على الصورة البسيطة، لكن بتشوفها بالإيكو بتشوف على السي تي. شوفت هنا الصورة، لاحظها عند هالمريضة بالكاد مبين هالشي صح على الصورة البسيطة، لكن شوف على السي تي سكان، واو هذه يوريك أسيد ستون واضحة جدا بالسي تي، بينما على الصورة البسيطة لا تكاد تظهر أبدا. أوكي، هام جدا. طيب شو عين أنا، شو راح أشوف؟ راح أدور بمستوى الكليتين وعلى مسير الحالبين. أنا عندي راح أتبع مسير الحالب، طبعا عضلة قطنية صح، وعندي هاي الكلية، مسير الحالب بيطلع من هالمستوى وبيمشي إلى الأنسين، هل اتفقنا هذا المفصل بيمشي إلى الأنسين منه، لكن إذا عم تشوف في نواتئ transverse processes نواتي معترضة بمستوى نهايته الحالب راح يمشي، يعني شوف بمستوى نهاية النواتي المعترضة بيمشي وإلى الأنسي من هذا المفصل. يعني إذا شفت أنا تكلس بهالمستوى هذا ما هو حالبي. أوكي، حتنتبه وين عم تطلع، هام جدا. يعني إذا كان في تشوش من الفيلم أو عقد لمفاوية متكلسة بمكانه ببين، لكن أنت عندك مسير الحالب بهالمستوى تعرف وين بتراقبه، هام جدا جدا. لاحظ هون بمستوى الكويسات والحويضة عندك هاي العضلة القطنية صح، انت نازل هاي النواتي المعترضة عم يمشي بمستوى نهاية النواتي المعترضة انسي من المفصل باتجاه المثالة، هذا هو مسير الحالب لازم تعرفه. اهم ما في الصورة البسيطة بعد الانتقال والانسداد مستوى الحالب، هام جدا. الف باء البولية هو هذا.
لاحظ بها الصورة، عندي بها المستوى ستاج هورن كالكولس حصاد قرن الوعل، وعندي بها المستوى كمان بمستوى الكلية اليمنى في عندي حصى. أوكي، أنا هتبع مسير الحالبين. شوف هاي الفقرات بهال في شيء لون خفيف، هذا الناتئ بمستوى نهايته بمر الحالب، أنسي المفصل بمر الحالب باتجاه المثانة. أنا بهالمستوى هتبع المسير، لأن دوما نحن بصورنا بيكون في الفيلم ما إنه واضح في غباشة في خوط لبس المريض، فأنت بدك تعرف هذا المسير بالضبط. لاحظ بهالصورة عندي هاي كلية يمنى كلية يسرى، صح، حصى بمستوى الأقطاب السفلية للكليتين، وعندي بهالمستوى كمان، صح، مسير الحالبين راح اتبعه، هذا ناتئ معناته أنا راح أمشي بهالمكان أنسي المفصل، أها وصلت. فأنت عينك عم تعرف وين عم تطلع. طيب بهالصورة أنا وين شايف الكليتين؟ أنا بصراحة ما شايف الكليتين، ليش نكذب على بعض؟ صح ولا لا؟ يعني لو شفت حاجة تانية حنكرها ليه؟ لا مؤاخذة، لصالح مين يعني؟ لكن مستواهم وين؟ عندي فقرة قطنية أولى، ليش؟ لأنه 12 هي اللي فيها أطلع، أولى، ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة، صح؟ بمستوى أولى ثانية الكلية بهالمستوى. والكلية بهالمستوى، صح؟ مسير الحالمين بندور على النواتئ المعترضة وبنمشي بمستواها، صح؟ لاحظ شوف عندي هون بمستوى النواتي المعترضة في عندي حصى حالبية بمستوى الحالب الأيمن، تمام؟ بمستوى الصورة واضحة جدا بمستوى الحالب الأيسر، أيضا بمستوى النواتي أما فيما يخص البلادر ستونز الحصيات المثانية، منطقيا عندك هاي مثانة، ليش عم يكون فيها حصيات؟ أما تكون نازلة من مستوى الكلية أو إنه عم يكون في ركودة بولية وعم تترسب وعم تشكل حصيات. طب ليش عم يكون في ركودة بولية بمستوى المثانة؟ إذا كان في مثانة عصبية، إصابات النخاع الشوكي، رتوج مثانية، انسداد مخرج مثانة بسبب البروستات، إنتانات متكررة infections أو قفاطر، أوكي؟ عم يكون في حصيات مثانية. مبدأ بشكل عام الحصيات المثانية بتكون عادة وحيدة وكبيرة بشكل عام، هي إذا ما كانت نازلة من مستوى الكلية. كمنظر بشكل دوائر بيسموه لامينيتد، اخذ المنظر الصفائحي بمستوى الحوض. طيب في ملاحظه صغيره، في شيء اسمه فليبوليث، عباره عن تكلس بجدران الاورده الحوضيه بيشبه الحصيات. هذا التكلس بيكون عباره عن نقاط صغيره مبعثره، اوكي، لازم نفرقه عن الحصيات. خلينا نشوف الشكل. في بها الصورة عندي حصى واحدة كبيرة بمستوى المثانة، oval shaped، بيضوية بهالمستوى كمان. وإذا بتلاحظ شوف بهالمستوى في تحس في شيء مثل لون الفضي، هذا هو المنظر الصفائحي اللي عم يحكوا عنه، طبعا مو دائما بتبين بس للوهلة الأولى. لاحظ كبيرة وواحدة، بينما شوف في مستوى هالصورة هدول هن الفليبوليث، تكلسات في الجدران الأوعية هي غير عرضية، أوكي. ولاحظ المكان التوزع مبعثر، المثانة بتكون عادة مركزية، شوف متعددة، هي عبارة عن تكلس بجدران الأوعية، هي كمان حصيات متعددة متكلسة. فمثل هالمنظر لحتى أجزم إنه هذا حصى بولية ولا لا، أنا راح أطلب CT سكان، هو الأدق، CT من دون حقن، أوكي. أنا شخصت الحصى، عرفت وين موجودة وعم بعطي علاج، كيف راح أتبع أعرف وين صارت؟ راح أطلب صورة بسيطة، أتبع الحصى وأعرف وين صارت لأنه أنا بعرف وين مكانها الأساسي، تمام؟ لكن للتشخيص للأدق وأعرف وين كانت أطلب CT سكان، إذا كانت حمض البول أو إذا كانت مانا ظاهرة CT سكان هو الأدق. أوكي، نيفروكالسينوسيس التكلسات الكلوية هي عبارة عن ترسب للكالسيوم ضمن برانشيم الكلية، مرافق عادة لأمراض استقلابية مثل هايبرباراثيرويديزم، رينال توبولار اسيدوسيس، حموض انبوبي كلوي، او ميدولاري سبونج كيدني، عباره عن توسعات في الانابيب الكلويه في سياق مرض وراثي نادر مو مهم حاليا. بهالمستوى اللون البني هو عباره عن الاهرامات الكلويه، اللون الابيض هو الكويسات والحويضه والحالب. طيب لاحظ بهالمستوى
تكلسات عديدة منتشرة في الكليتين. لاحظ لكن مستوى الجهاز المفرغ هون في عندك الكويسات والحويطة ما بيصيبه تكلس، صح؟ الجهاز المفرغ ما فيه تكلسات، التكلسات عم تكون ضمن برانشيم الكلية. الجهاز المفرغ لا يحوي تكلسات. شوف بها صورة نيفروكالسينوسيس، تكلسات في برانشيم الكلية. بنكرياتيك كالسيفيكيشنز، أكثر شيء بيصير تكلس البنكرياس في سياق كرونيك بنكرياتيتس. طيب شوف بها الصورة، يعني اتفقنا بأول صورة شفناها أنه بهالمستوى عندي يعبر الخط الناصف، هي عبارة عن تكلسات بمستوى البنكرياس. بهالمستوى تكلسات بمستوى البنكرياس غالبا في سياق كرونيك بنكرياتيتس وهي مؤهبة للكانسر. أدرينال كالسيفيكيشنز، بعرف أنه السريرين أهميته كتير منخفضة، لكن بدي تعرف إذا شفته على الصورة تعرف شو هاد. أما في سياق نزف سابق أو تي بي بمستوى الكظر، أنا شو راح أشوف بهالمستوى؟ تكلسات كظرية والكليتين بهالمستوى مثل هالصورة. Abdominal aortic aneurysm calcifications، تكلس في أم دم الأبهرية. قطر الأبهر الطبيعي أقل من 2.5 سنتيمتر، يعني أكثر من 3 في أم دم. وإذا بتتذكر أخذنا بالصمامات كلمة أبهري 1 2 3، 3 أحرف 3 نقاط، يعني 3 سنتيمتر، 3 نقاط 3 سنتيمتر، وبالتالي أكثر من 3 سنتيمتر معناتها في أم دم، تمام؟ إذا شفت أم الدم أكثر من 5.5 سنتيمتر صار مستطب العلاج، لأن في خطورة للتمزق هام جدا. على فكرة في اختصار التريبل أي، حروف الأي الكبيرة الثلاثة بتعبر عن أم الدم الأبهرية وليست هجمة الربو الحادة. Acute asthmatic attack في بعض الكتب تكتب بها أحرف صغيرة وليس أحرف كبيرة. تريبل أي أحرف كبيرة ثلاثة بتعبر عن abdominal aortic aneurysm. بالنسبة لهالصورة أنا عم حاول أقرأ A B C D E، لما وصلت على السي راح أدور بمستوى المرارة، صح؟ بمستوى الكليتين والحالبين. شوف هاي بعيدة عن مستوى الحالب، قد تكون عبارة عن عقدة لنفاوية مسارقية متكلسة إذا كانت غير عرضية. طيب بمستوى الكليتين من مستوى الكظرين عندي البنكرياس آخر شيء وصلت لمستوى الأبهر. شوف هذا الجدار عبارة عن أم دم، دم أبهرية في تكلس في جداره، صح؟ قديش قطرة؟ أكثر من 3 سنتيمتر. كيف عرفت؟ إذا بتتذكر اتفقنا أن قطر الفقرة القطنية 4.5-5 سنتيمتر، وبالتالي هذا القطر أكبر. أنا بشوف هالصورة رح أطلب سي تي سكان، إسعافي صعب أطلب سي تي سكان، رح أطلب إيكو على الأقل حتى أقيم أم الدم. لاحظ باللون الأحمر كمان بمستوى هالصورة أم دم أبهر بطني. شوي شوي العين رح تتعود. منظر الغازات مبعثر ضمن الطبيعي، لكن ما في عروة معوية متوسعة بشكل كبير، أوكي؟ شوف بهالمستوى في تكلس بجدار الأبهر، صح؟ لكن هل هو الأبهر كبير؟ لا، قطر ضمن الطبيعي، وبالتالي هذا التكلس في جدار الأبهر في سياق الأثيروسكلروسيس لكن ليس أم دم. أنا شايف جدار الأبهر لكن ليس أم دم. CT shows an aortic aneurysm so big it's torn into the duodenum. I've never seen one that big. Yeah, me neither. عندك هاي الصورة، شو هدول البيض؟ عندك هدول، تتبع الصورة الأسفل وكأنه في رأس وفي عمود فقري، هذا جنين. هاي لما بتطلب صورة بسيطة لحامل وبتشوف الجنين، طبعا مو ضغط استطباب كلي انك تعمل صورة بسيطة لحامل. لذلك دوما اي مريض بعمر 18 للأربعينات دوما اسأل اذا كان في حمل ولا لا. هاي اهم التكلسات اللي بتهمك سريريا. في تكلسات اخرى اقل اهمية لكن انت ممكن تكون انت فخ تنخدع فيها تفسر على انه شيء اخر، لذلك لازم نعرفها ونحطها في الحسبان. راح ناخذهم واحدة واحدة. تكلس بغضاريف الاطلاع مع التقدم في العمر او حتى ممكن يصيب الشباب احيانا. كيف شكله؟ لاحظ عندك هاي الاضلاع الطبيعيه، لكن شوف بها مستوى الغضاريف، اخذ هذا المنظر المبعثر، هذا هو عباره عن تكلس في الغضاريف الضلعيه
منظر طبيعي غير مهم سريا، لكن اعرف شو هو. طيب فليبوليث فينز ستونز بسموها الحصيات الوريديه، تكلس بجدران الاوعيه اللي شفناها اكثر شيء حوضيه. الاهم انك ما تشخص خطا على انها حصيات. الدليل القاطع لحتى تتاكد انه هي ليست حصيات سي تي سكان من دون حقن. كيف الشكل؟ مثل ما شفنا شكلهم من شوي. فليبوليث او فين ستونز كالسيفايد ميزنتريك ليمف نودز، تكلس عقد لمفاويه مسارقيه. هون الفكره وين؟ انه ممكن يصير في سياق امراض حبيبيه جرانيوماتوس او تي بي، لكن ممكن تصيب كبار السن. بتشوف منظر مبعثر بحجم صغير، لكن واكثر شيء بالحفره الحرقوفيه اليمنى، هامه جدا جدا، ممكن تتخربك على انه هي حالب. تمام، هام جدا، اكثر شيء بالحفره الحرقوفيه اليمنى، ما عرفت ليش بصراحه، اذا بتعرفوا اكتبوا لي. او واكثر شيء عند البالغين متعدده. طيب في فكره حلوه، انه لما بتشك انه هي حصيات وما كان عندك سي تي سكان مثلا، راح تطلع لما بتعيد الصوره بعد كذا يوم، تعرف مسارق الامعاء متحركه، فلما بتقارن راح تلاقي مكانهم تغير. اوكي، عقد لمفاويه متكلسه، انت كطبيب بولية بتهمك جدا. شفت الصور متعدده بالحفره الحرقوفيه اليمنى، هذا المنظر هو عباره عن عقد لمفاويه مسارقيه متكلسه. لاحظ مسير الحالب، قريبه جدا على مسير الحالب، واصلا في مسير الحالب. شكيت عندي اعراض بوليه، راح اطلب سي تي سكان صح. بعد كم يوم لما انا عم بعيد الصور، اذا عدت صوره البطن البسيطه، راح اشوف انه مكانهم ممكن تكون تغير. شفت هالصوره، عقد لمفاويه مسارقيه متكلسه، نعم في مسير الحالب، لكن لاحظ الحجم، الشكل مختلف لا يتماشى مع حصاه، لكن لازم تعرفه. اذا كانت اصغر من هيك راح تخربك على انه حصاه بوليه، اطلب سي تي سكان. كالسيفايد يوترين فايبرويدز، تكلس الاورام اللي فيها الرحميه، اكثر شيء ما بتكون لا يوم يوما، بعد سنين طويله راح يصير فيها تكلس، تشبه الحصيات المثانيه. شوف طبعا هون الورم كثير كبير، حتى الحصيات البوليه كانت مسطحه وحيده واخذ منظر الصفائح اللامينار، لكن لاحظ هذا انه منظر ورم، منظر ورم فايبرويد كالسيفيكيشن، ايضا ورم ليفي متكلس، ورم ليفي متكلس. بروستيت كالسيفيكيشن، بتهمك اذا انت كطبيب بوليه لا عرضيه، بتصيب كبار السن، بتتوضع بجزء وحيد من الغده، الاهم انك اذا شفتها بتعرف شو هي وما تضيع. بروستيت كالسيفيكيشن، تكلس ضمن البروستات. ابدومينال ايورتيك كالسيفيكيشن، بتصيب كبار السن والديابيتيك، طبعا هون جدار الابهر في تكلس لكن من دون ام دم، في سياق اثروماتوس بروسيسز. في فكره انه عند كبار السن ممكن يكون منظر الابهر متعرج، هذا الشيء طبيعي. لاحظ ابهر متعرج وجداره متكلس، قطر الابهر اقل من 2.5 سنتيمتر فهو طبيعي. التكلس موصل للشرايين الحرقوفيه، لاحظ هون في عندي تكلس بمستوى الرحم، عندي اورام رحميه متكلسه، وفي تكلس بغضاريف الاضلاع صح. فصور وصفيه للتكلسات، غضاريف اضلاع، ابهر وورم رحمي. splenic artery calcifications، تكلس الشريان الطحالي، بيسموه منظر تشاينيز دراجون لايك، مثل التنين الصيني. هو الفكره انك اذا شفت هذا اللون الابيض التكلس بالمراق الايسر فهو على حساب الشريان الطحالي، اذا شفته بس الفكره انك تعرفه. تكلس بمستوى الشريان الطحالي. فهذا كما بيخص السي كالسيفيكيشنز، في كثير موجودات بتهمك اكثر شيء من الناحيه البوليه، وانك تعرف تميزها عن الموجودات الاخرى. الدي والاي شغلتهم كثير بسيطه بفيديو من دقائق وبيخلص، ونكون انهينا كل فيما يخص صوره البطن البسيطه. ان شاء الله كان الفيديو مفيد، شكرا، ان شاء الله فيديو جديد، سلام.